الحوار التاسع مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حوار التاسعة. لكل نظام سياسي أوصافه التي تحدد نوعه، مهما كتب في دستوره من أوصاف للنظام، ففي الدستور العراقي توصف الدولة بأنها دولة ديمقراطية، لكن أوصاف النظام التي أدت إلى مقاطعة شعبية واسعة أكدت أن الديمقراطية هي وصف بعيد عن واقع الدولة، الدولة التي يحاول الكاظمي إصلاح واقعها من خلال مجموعة من الزيارات إلى محافظاتها، آخرها كانت زيارة البصرة، عنها سنتين. إذن مشاهدينا الكرام، يرتبط الظلم في المفهوم العام بالديكتاتورية، لكنها ليست الشكل الوحيد للظلم، فهي حكم الفرد وتفرده في السلطة، لكن الديمقراطية التي تعني في أبسط تعريفاتها أنها حكم الأغلبية يمكن أن تكون ظلما إذا كانت الأكثرية غير معبرة لا عن الوطن ولا عن المواطن، بل هي حكم لطبقة سياسية فاسدة تمارس كل أشكال الفساد، بل تبني نظامها على أساس الفساد في المال العام ونهبه، كذلك نظام اللصوصية والنهب السياسي القائم على خراب الدولة ليس من السهل بالتأكيد فك شفرته أو إسقاط أسواره، علما أن أسواره سقطت بعد إقالة المتظاهرين لحكومة عبد المهدي. طبعا بالنتيجة هناك مرحلة من مراحل معركة الإصلاح التي إن نجح فيها مصطفى الكاظمي بالتأكيد سوف تحدث تغييرا. بناء على هذه الزيارات وهذه المعطيات مشاهدين الكرام، نطرح عددا من الأسئلة. ما هو السبب في زيارات مصطفى الكاظمي الميدانية للمحافظات، وكيف يمكن فهم نتائجها، وهل يمكن القضاء على الفساد المستشري في الحكومات المحلية، وما هي الوسائل التي يمتلكها الكاظمي لغلق أبواب الفساد بوجه الدولة العميقة؟ كل ذلك وأكثر نناقشه في حوار. أن تدخل الدولة في صراع مع كيان موازي متجذر في مؤسساتها، فإنها تواجه مشكلة معقدة وحربا قد تخرج منها خاسرة لمصلحة الفساد أو تنجح بأضرار كبيرة، لكن أن تكون منظومة الفساد الموازية أساسا تقوم عليه الدولة، فإن الحرب الإصلاحية لأي حكومة تحاول تجريب حظها في انتشال البلد من واقعه تحتاج هيكلة للنظام بالكامل. طريق الإصلاح الذي تدخله حكومة الكاظمي بحذر ليس وعرا فحسب، بل هو طريق مظلم تفوح منه رائحة الدم والرصاص التي إن زالت بانت نتانة الفساد. نظام النهب السياسي المتجذر في مفاصل الدولة يظهر جليا في عدد من الملفات التي يعمل الكاظمي على معالجتها، كالمنافذ الحدودية والموظفين الوهميين أو الأشباح كما يسميهم الكاظمي، أو الفضائيين كما تعرف تسميتهم، إضافة إلى ازدواجية الرواتب. لكن ملفات أخرى أكثر تعقيدا وأصعب حلا وأخطر دخولا تتعلق بفساد في عدد من المحافظات، فأموال البترودولار وإيرادات الموانئ، ويتعدى الأمر ذلك إلى تخصيصات لعلاج مرضى وباء كورونا والتجهيزات الصحية الخاصة بالوباء، لم يلمس المواطن على أرض الواقع منها شيئا. وعلى الرغم من أن القائمة تطول، إلا أن معالجة هذه الملفات تطالب الكاظمي بالتوغل أكثر في فساد الحكومات المحلية والمحافظين في عدد من المحافظات، كما تطالب بإسقاط أصنام الفساد التي تطوف حولها الأحزاب منذ سنوات. أرحب بضيوفي هذه الحلقة مباشرة، الدكتور عبد الرحمن الجبوري الباحث في الشأن السياسي، وينضم معنا الأستاذ كاظم الحاج عضو مركز الهدف للتحليل الاستراتيجي. أهلا بكما ضيفين في حوار التاسعة. أستاذ كاظم الحاج، قبل قليل كانت هناك سلسلة من الرسائل التي بعثها مصطفى الكاظمي
من جراء زيارته الأخيرة إلى محافظة البصرة وكذلك من تجواله في المحافظات العراقية، أبرزها أن الحكومة ستعلن عن موعد قريب لإجراء الانتخابات المبكرة. كيف تعلق على هذا الخبر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد الفاضل ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. أعتقد أن مسألة الانتخابات لا تأتي في مسألة تصاريح من هنا أو من هناك، حتى وإن كانت من قبل السيد رئيس الوزراء، باعتبار أن الإجراء الانتخابات يعتمد على أمور أخرى أهم من أن يكون هناك إرادة. حتى إذا كانت هناك إرادة حقيقية للحكومة، أعتقد أن هناك أمور أهم، وهي مسألة أولا أن يكون هناك قانون انتخابات جاهز، وهذا الأمر لحد الآن كما تعلمون ويعلم المشاهد الكريم لا زال في أدراج مجلس النواب، وأيضا مسألة الأمور الخاصة في المفوضية العليا للانتخاب، المستقلة العليا للانتخابات، فيما يخص أولا سجل الناخبين، وهو أمر مهم جدا، وأيضا هل أن هذا سجل الناخبين سيكون على دوائر متعددة أو على أن تعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة، وهذا الأمر معتمد أيضا على إرادة الكتل السياسية والخلافات الموجودة أصلا فيما بين المحافظات، أضف إلى ذلك السيولة المادية المهمة جدا لإجراء الانتخابات، وبالتالي مسألة تحديد أن يكون هناك تحديد لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية أعتقد أنه أمر مستبعد جدا. شلون تفسر إذن أستاذ كاظم؟ السيد الكاظمي يعلم ذلك، لكن شلون تفسر أمام هذه التحديات والعقبات والمحددات اللي ذكرتها جنابك أن الكاظمي أعلن أن هناك موعد قريب للانتخابات سيعلن؟ يعني أعتقد أن هذا الأمر ربما محاولة للضغط على الكتل السياسية أو على مجلس النواب لأن يسعى في أن يكون هناك إرادة جادة وحقيقية في إقرار أول خطوة في اتجاه إجراء الانتخابات، وهو إقرار قانون الانتخابات، وأيضا أن يكون هناك عزم وإرادة حقيقيين أيضا من قبل الكتل السياسية بالتعاون المفروض أن يكون مع الحكومة الاتحادية على أن يتم إجراء حل كافة الإشكاليات الخاصة في مسألة الدوائر الانتخابية، هل ستكون المحافظة، هل سيكون على مجلس القضاء، سجل الناخبين، مسألة الدعم اللوجستي، السيولة المادية، العلاقة. يعني مصطفى الكاظم يريد يحرج الأحزاب السياسية في هذا الموضوع برأيك؟ العرق. هو يحاول حقيقة أن يضغط على الكتل السياسية، آخذين بنظر الاعتبار أن هناك صوت الآن بدأ يرتفع في الشارع العراقي على أن مهام حكومة السيد الكاظمي ويعني جدول أعمالها يعني لابد أن يتضمن بشكل أولويات أن يكون هناك التوجه لما أعلنه ضمن برنامج الحكومة، وهو في مسألة أن يكون هناك تحديد للانتخابات، يعني أن يكون هناك تحديد للانتخابات، وأيضا أن يكون هناك توجه للأولوية المهمة الأخرى، وربما هي الأولوية الأولى الآن في مسألة ما يخص الشعب العراقي، وهي مسألة جائحة كورونا، وما نراها الآن أيضا من تفاعل هذا الأمر. أيضا نأخذ بالاعتبار أن ما يجري الآن من زيارات من قبل السيد الكاظمي للمنافذ الحدودية والمحافظات، أيضا هناك صوت حقيقة يعني يأتي في إطار على أن هذه الزيارات لن تأتي أكلها في زمن الكاظمي، وبالتالي أعتقد أنه لابد أن توجه البوصلة باتجاه الأولويات التي تهم الشعب العراقي التي أشرنا إليها، جائحة كورونا ووضع الصحي للعراقيين، وأيضا مسألة حكومة يعني مسألة جائحة كورونا، وأيضا مسألة الأمر الذي تم الاتفاق عليه. قبل الحديث عن قضية الزيارات أستاذ كاظم، قضية الزيارات يعني تحتاج إلى تعليق يعني طويل وكثير، لأن هناك يعني رأي عام متفاعل معها، وفي تلك الزيارات احنا نشوف مجموعة من القرارات التي يمكن وصفها على أنها جريئة، آخرها استبدال 4 من مدراء المنافذ الحدودية في محافظة البصرة تحديدا. دكتور عبد الرحمن الجبوري، أرحب بك مرة أخرى. هل يمكن القول أن الكاظم استعجل في تصريحه أن هناك موعدا قريبا لإجراء الانتخابات المبكرة؟ رئيس الوزراء يمثل الدولة، والدولة لا تستعجل. هناك لجنة داخل مكتب رئيس الوزراء من خيرة الخبراء العراقيين في قضية الانتخابات، هناك علاقة واضحة مع مجلس النواب حول إكمال جدول الدوائر الانتخابية. إذا كملت هذه الأشياء إضافة
تقل أخرى من الميزانية إلى ستكون هناك موعد الانتخابات. تكلم عن موعد الانتخابات وليس عن انتخابات قريبة أو بعيدة. الموعد سيطلق إن شاء الله عندما تكتمل كل الإجراءات. لكن هو قال دكتور عبد الرحمن، هو قال الانتخابات هدفنا. بالتأكيد إحنا لما نتحدث عن انتخابات في انتخابات مبكرة، هي في صلب البرنامج الحكومي لمصطفى الكاظم. ليست في صلب البرنامج الحكومي فقط، بل هي الحكومة هذه جاءت لإقامة الانتخابات، لتغيير هذا النظام السياسي من خلال الانتخابات. فالانتخابات هي الحجر الأساسي لبناء الدولة العراقية الجديدة. إذا لكن يجب أن تكون هذه الانتخابات نزيهة، يجب أن تكون هذه الانتخابات بعيدة عن السلاح، يجب أن تكون هذه الانتخابات بشكل عام تفي بما يحتاجه العراقي ودولته القادمة. إذا تأكدنا من هذه الخطوات وتأكدنا أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن السلاح وستكون نزيهة وفيها فرص متكافئة، نعم إذا كنا جاهزين ستكون الانتخابات بأقرب فرصة. يعني لفت نظري في كلامك دكتور عبد الرحمن مصطلح دولة عراقية جديدة. ما هي مبشرات قيام هذه الدولة؟ ما هي أبرز ملامحها؟ إلى أي درجة يمكن للكاظمي فعلاً أن يؤسس لمرحلة جديدة من خلال الانتخابات في ظل هذه التحديات الموجودة، أهمها تحدي السلاح المنفلت؟ كلنا نلاحظ الخطوات الأخيرة لرئيس الوزراء، كلنا نلاحظ هذه الخطوات خطوات من يحفز الدولة ومن يقوم بدفع الدولة خارج المنطقة الخضراء الموبوءة إلى الشارع العراقي الملتهب الآن. السيد رئيس الوزراء بزيارته للبصرة ولديالة وللمنافذ الحدودية يقول تماماً أنه الطريق السلمي لبناء هذه الدولة هو الخروج من المنطقة الخضراء والاحتماء بالشارع العراقي، أن نرجع إلى الشارع العراقي ومتطلباته. متطلباته أن يكون هناك نظام سياسي حقيقي ممثل لهذه الدولة، أن نبعد هذه الدولة عن الفساد، أن نبعد هذه الدولة بالوقت الحاضر عن علم يرفع اسم علم العراق، والحقيقة أنه الدولة مثل ما كتبت أنا قبل يومين هي مجموعة من الصرافات الآلية، أن نبيع نفط ويروح إلى مجموعة صرافات تتولى نهب هذا الموارد وهذه القوة اللي لدينا في هذا البلد. مع الأسف هذه لابد أن تنتهي، لابد أن يحس الشارع العراقي، المواطن العراقي أننا جادون بأن نبني هذه الدولة وأن نتوكل على الله وأن نسير في طريق حقيقي لأن نضع موارد هذه الدولة بدل أن تكون في جيوب الفاسدين وفي جيوب اللجان الاقتصادية أن تذهب إلى المواطن جيد. العراقي على ذكر دكتور عبد الرحمن، على ذكر اللجان الاقتصادية، اللجان الاقتصادية أحزاب، المنافذ الحدودية أحزاب، حمايات المنافذ الحدودية أيضا أحزاب، لإقامة انتخابات مبكرة والتوافق على نظام انتخابي أحزاب، لأجل أن نحدد موعد متوافق عليه نحتاج إلى أحزاب. شلون ممكن للسيد الكاظمي أن يواجه كل هذه الضغوطات السياسية من هذه الأحزاب وهي يعني كما يقال بدأت تفقد توازنها، بدأت تفقد مكتسباتها حينما مس مصطفى الكاظمي مكتسباتها في قضية المنافذ الحدودية على سبيل المثال؟ أنت تكلمت عن الدولة الديمقراطية والدستور العراقي يقول دولة ديمقراطية، والدولة الديمقراطية عمادها الأحزاب، لكن ليس عمادها الفساد، ليس عمادها السرقة. نحن أن نريد نظام سياسي متعدد في العراق، لكن نظام سياسي ديمقراطي حقيقي، مؤمن أن الديمقراطية والتنافس الشريف أن نصل إلى خدمة الناس. أما أن أحزاب تأتي على أن تكون حقيقة بالوقت الحاضر، مع الأسف أحزابنا هي شركات لقطاع القطاع الخاص، ومع الأسف مو حتى قطاع الخاص، شركات للنهب العام، النهب الأموال الدولة. شلون يتفاهم وياهم مصطفى الكاظمي وهو يمس هذه المكتسبات دكتور؟ دكتور زيد، أنه الشيء الوحيد اللي ممكن تتفاهم وياه بتحفيز تيار الدولة، بتحفيز الناس، إذا وقف الشارع وحس أن خطوات السيد الكاظمي بالاتجاه الصحيح، أنا لذلك قلت أنه نخرج من الخضراء ونرتمي بأحضان الشارع، لأن الشارع هو الوحيد اللي يجبر الأحزاب السياسية ويجبرنا في الحكومة العراقية على تقديم ما نقدر أن نقدم عليه. هذه خطوات طبعا بطيئة، طبعا المنظومة المتغولة من الفاسدين منظومة قوية، علينا أن نبدأ بخطوة معينة. هذه الخطوة بدأت الآن، الدولة والإنسان اللي يريد الدولة بدأ يتحفز. أنا أقول أن الكاظم بالوقت الحاضر
أصبح أكو أمل من حكومة الكاظمي. علينا أن نشجع هذا الأمل، علينا أن نرى أنه وأخيرا ممكن أقول الكاظمي مو هو الحل، لكن الكاظمي هو فرصة تقود هذا البلد إلى حل مستدام، إلى حل يقينا ما ويلات ال 17 سنة الماضية، ويقدم لهذا الشعب ما يستحقه من خدمات، ما يستحقه من حكومة رصينة، ما يستحقه من اسم الدولة العراقية وتاريخ الدولة العراقية. نحن طيب. سائرون في هذا الطريق. أستاذ كاظم الحاج، كيف تعلق على خبر مثلا تغيير مدراء في المنافذ الحدودية، لا سيما في زيارة رئيس الوزراء للمنافذ الحدودية في البصرة وموانئها؟ أستاذ كاظم. نعم، سؤال لي. اتفضل جنابك. يعني أعتقد أن هذه الإجراءات حقيقة صورية، باعتبار أن الفساد الذي يبحث والمفروض أنه يعالجه السيد كاظم ليس في البصرة وليس في ديالة وليس في المنافذ الحدودية. الفساد الذي استشرى في الدولة العراقية وهو هنا بشقين حقيقة، فساد داخلي وفساد دولي مؤثر في هذا الفساد داخل الدولة العراقية. تغيير رؤساء أو مدراء جمارك أو حتى منافذ أو غيرها من المسميات في دوائر الدولة في المحافظات هي حقيقة يعني هذه نتيجة. المفروض أن السيد الكاظمي إذا أراد أن يبحث عن محاربة الفساد بشكل أساسي فعليه أن يبحث عن السبب، السبب الرئيسي لهذه النتيجة، نتيجة أن يكون هناك مسميات محددة فاسدة في تلك المحافظات، آخذين بنظر الاعتبار أن منظومة المحافظات ليست مستقلة، بمعنى أن الفساد في محافظة معينة ليس مستقل بذاته في تلك المحافظة، وإنما هو مرتبط بالمنظومة المركزية في بغداد، بمعنى أن الفساد الموجود في الدولة العراقية برمته ينطلق من الخضراء التي يسكن فيها السيد الكاظمي، وعليه إذا أراد السيد الكاظمي أن يحارب الفساد بصورة حقيقية وبشكل جدي، وأن يجد، وهذا الأمر مستبعد حقيقة ضمن فترة سنتين، وأن يجد حلول جذرية للفساد عليه أن يجلس بالخضراء ويحارب الدولة الفاسدة التي تسير الدولة العراقية والقانون. لكن أستاذ كاظم، الموجود في المنطقة الخضراء أحزاب، مقرات، كيانات سياسية، الموجود في المنافذ الحدودية أموال، الموجود في المنافذ الحدودية مافيات ومكاتب اقتصادية تسيطر على تلك المنافذ، هذا اللي قاعد يصير. فوين وجه الاختلاف، يعني وين وجه الاعتراض على خطوة الذهاب إلى المنافذ الحدودية؟ يعني مسألة أن يكون هناك ذهاب لي، يعني فلنضرب مثالا بسيطا، إذا أردت أن تعالج جذر شجرة فاسدة أنت لا تذهب إلى الغصن لتقطعه، عليك أن تعالج هذه الجذرة من الجذور، هذه الشجرة من الجذور. وجذور الفساد سواء كان على مستوى تحكم بأموال أو تحكم بأفراد أو تحكم بمنافذ موجود داخل المنطقة الخضراء، آخذين بنظر الاعتبار أن هذا الفساد كما قلنا قبل قليل بشقين، هناك إرادة دولية على أن يكون العراق بالوضع الذي هو عليه الآن، لذلك هنا لابد أن يكون هناك توجه حقيقي بمحاربة أسباب الفساد وليس نتائج الفساد. أن تغير مديرا أو مدير جمارك أو مدير منفذ هذه نتيجة للفساد الموجود، أن تريد أن توجد علاج حقيقي لابد أن تبحث عن الأسباب الحقيقية للفساد، والأسباب الحقيقية للفساد هناك كتل سياسية، هناك زعامات سياسية، هناك إرادة سياسية على أن يكون العراق بالوضع الذي هو عليه في مسألة الفساد. وبالتالي إذا أراد الكاظمي حقيقة وكما تفضل الأخ الضيف أن يستثمر الشارع العراقي في أن يضغط على الكتل السياسية، عليه أن يذهب إلى مسببات الفساد الرئيسية على مستوى طيب. بالله خلينا نسمع تعليق من دكتور عبد الرحمن أستاذ كاظم. وعليه أن يسمي الأشياء بمسمياتها، مستثمرا كما تفضل الأستاذ الشارع العراقي. وأعتقد أنه إذا كانت هذه الإرادة موجودة فحتما أن كل العراقيين سيكون خلف أي توجه لإصلاح حقيقي لمنظومة الفساد التي تسيطر على الشارع العراقي. دكتور عبد الرحمن، شو رأيك بأنه الكاظمي يتعامل مع قشور الفساد وليس مع جذوره؟ الأخ كاظم، هناك طريقتين تماما للقضاء على الفساد. الفساد مثل منطاد بالدولة العراقية، بإمكانك أن تذهب ببسمار وتدخل بالمنطاد وتنفجر، والنتيجة هذا الانفجار راح يقودنا إلى مشاكل كبيرة. الطريقة الأخرى أنه هناك
من فاخ لهذا الفساد يجلس في المنافذ والمنافذ الحدودية وفي الجمارك. إذا أغلقت هذا المنفاخ وهذه الأموال أن تصل إلى المنطاد، المنطاد سينفجر بنفسه، لا تحتاج إلى الأحزاب واللجان الاقتصادية، وإذا لم تصل هالأموال الناس ستنفرط عنها. فعليك خلينا نستخدم مصطلح دكتور عبد الرحمن، يعني يمكن يقرب الصورة أكثر، أنتم تعملون على تجفيف منابع الفساد، يعني مصطفى الكاظم يقصد. شوف، بالعراق الفساد منظومة سياسية، منظومة إدارية، إذا أردت أن تحاربه عليك أول خطوة إلى أن تجفف منابع الفساد، أن تجفف الموارد اللي تصل إلى الفاسدين، لأن الفاسدين ما استقوا على الدولة وتغولوا على الدولة إلا بسبب الموارد اللي تأتيهم مباشرة من المنافذ الحدودية، من استخدام الدولة، من تصدير النفط. فعليك أن تقفل الحدود بوجه الفاسدين أولا. إذا قفلت الحدود والمنافذ الحدودية والجمارك والموانئ، بقى عندك دب كبير يجلس بدون أن يأكل. هو تعليقات يجوز دكتور عبد الرحمن شفتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تتحدث عن قضية المنافذ السؤال رأسا يدور، يعني لماذا لا يذهب مصطفى الكاظمي إلى أقليم كردستان لمعالجة قضية المنافذ التي هي خارج سيطرة الدولة وإيراداتها؟ شلون نتعلق على هذا التساؤل؟ هو سئلنا على مواقع التواصل الاجتماعي. من قال أنه لن يذهب إلى كردستان؟ الكاظمي سيذهب إلى كردستان. هناك أولويات لمحاربة الفساد، هناك أولويات واضحة. كردستان وأقليم كردستان جزء من الدولة العراقية، وإمكاننا استخدام الدستور العراقي والقوانين العراقية بدلا من استخدام للمافيات. الآن علينا أن نخلص من المافيات أولا، ثم نذهب إلى سلطة دستورية. الأقليم عنده سلطة دستورية، علينا أن نستخدم الدستور والقانون العراقي. وأعتقد الخطوة القادمة إن شاء الله ستكون فيها منافذ أقليم كردستان، بعد أن نتأكد أنه خطواتنا كانت ناجحة في الجزء الشرقي من البلاد، أن نذهب إلى الأجزاء الأخرى من العراق سواء كانت في الغرب أو في كردستان. علينا أن نفهم أنها دولة واحدة، أرض واحدة، وشعب واحد، وما ينطبق على البصرة ينطبق على أربيل، وينطبق على السليمانية، وينطبق على منافذ الأنبار. المنافذ اتحادية، ومن حق الحكومة الاتحادية أن ترى أي الأولويات أولا، هل هي منافذ المناطق الجنوبية أو منافذ المناطق الكردستان. أستاذ كاظم الحاج، البعض يسأل استبدال الفاسدين أو المشكوك بفسادهم من مدراء المنافذ الحدودية يعني يعتبر قرارا شجاعا، لكن ما هو أكثر شجاعة؟ أن يحاسبوا، يعني استبدالهم وهم مو فاسدين هذا يفتح باب التساؤل، لكن إن كانوا فاسدين ويستبدلوا دون إحالة من القضاء، هنا سيتسع السؤال أكثر عن جدية حكومة مصطفى الكاظمي في القضاء على الفساد. سيدي الفاضل، يعني هذا الأمر تعودنا عليه كعراقيين حقيقة. أنت يعني في الحكومات السابقة أيضا كل رئيس حكومة يأتي يعني يرفع شعار محاربة الفساد، ويذهب بعيدا إلى أن يعاقب موظف هنا أو موظفا هناك، ولا يأتي إلى الرأس الكبير الذي هو يعرفه رئيس الحكومة سواء الحالي أو السابق يعرفونه. وهذا الأمر يعني ليس بالمستبعد أن يذهب أحد الموظفين ويحال أمره إلى المحاكم، ومن ثم تأتي المحكمة وتبرئه ب200 دينار عراقي كما حدث سابقا. وبالتالي سيد الفاضل، يعني تجفيف منابع الإرهاب لا يأتي من الأغصان لشجرة هذه الفساد. تجفيف منابع الفساد في الدولة العراقية يأتي من ضرب الفاسدين الذين يديرون هذا الفساد، والفساد ليس منفذا أو إدارة، وإنما الفساد في الدولة العراقية هو إرادة سياسية، هو تكتل سياسي. هذا التكتل السياسي أصبح له وجود الآن، وهذا الوجود هو الذي يدير الدولة العراقية. وهذا الوجود الفاسد أسس قانون فاسد، وأسس دستور فاسد، وأسس دولة فاسدة تسير الدولة العراقية، ويسير القانون العراقي، ويسير ويفسر الدستور العراقي.
وبالتالي إذا أراد السيد الكاظم حقيقة أن يحارب هذا الفساد، نقول عليه أن يذهب ليجفف منابع الفساد الحقيقية. من يدير هذا الفساد، من يدير هذا الفساد ومن يحتاش عليه ومن يموله موجود في المنطقة التي يسكن فيها السيد الكاظمي. وإذا كان السيد الكاظمي يمتلك الشجاعة الكاملة، عليه أن يذهب ويسمي الأشياء بمسمياتها، لا يذهب لمدير عام ويقيله، حتى وإن أتى بمدير آخر. هل السيد يعني إيش تقصد خلي يسمي الأمور بمسمياتها أستاذ كاظم؟ وضح لنا بالله. يعني سيد الفاضل، مسألة الفساد والفاسدين موجودة، وهناك شخصيات معروفة، وربما العراقيين في الأعم الأغلب يعرفوها، لكن العراقيين يعني لا يستطيع شخص مواطن عادي أن يذهب ويقول أن فلان الفلاني مسؤول عن فساد في الدولة العراقية وسبب هدرا للمال العام بمليارات المئات من الدولارات. مسألة النفط، مسألة الاستثمارات، مسألة الاقتصاد، مسألة إعادة الإعمار، مسألة الماء، يعني مسألة المشاريع، مسألة المستشفيات، كلها 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 أموال هدرت من أموال الشعب العراقي، وهذه الأموال المهدورة نعلم جيدا كعراقيين من كان السبب وراءها. وبالتالي إذا أراد السيد الكاظمي أن يمتلك القرار والشجاعة كما تصفوه، أن يذهب باتجاه هذه المسميات، لا أن يذهب لمنفذ حدودي أو يعني لميناء معين. وأيضا إضافة إلى ما تفضل به الضيف العزيز، مسألة المافيات، يعني السيد الكاظمي صعد في طائرة ونزل في البصرة بكل أمان وكل أريحية، وهو ترافقه قوات عراقية، لكن المافيات الحقيقية موجودة في الشمال. السيد الكاظمي لن يستطيع أن يمارس هذا العمل في شمال العراق في إقليم كردستان، وأراد قبله يعني رؤساء وزراء ولكنهم لم يستطيعوا، باعتبار أن إقليم كردستان والجميع يعلم له ارتباطات خارجية وله إرادة. لكن هو علق أستاذ كاظم، دكتور عبد الرحمن علق، قال أخي هناك أولويات ومصطفى الكاظمي رايح الأربيل. الأولويات سيد الفاضل، النفط العراقي يهرب، النفط العراقي يهرب، وأعتقد أن سيد الجبور يعلم أن النفط العراقي يهرب من إقليم كردستان، وأن هناك منافذ غير شرعية في إقليم كردستان بعدد ربما لا نستطيع أن نحسبه. وايضا هناك ايضا معلومه للسيد الجبور ان كان لا يعلم، ان هناك في زمن الحكومه السابقه، في زمن حكومه يعني الاسبق، في زمن حكومه السيد العبادي، هناك قضيه رفعت على اقليم كردستان والدوله التركيه، واستطاع السيد العبادي ان يعني استطاع ان يصل الى ان ينال قرار باسترداد 128 مليار دولار عراقي أموال النفط المهرب من إقليم كردستان، لكن إرادة أمريكية تدخلت والقنصل الأمريكي تدخل وتوقفت هذه الدعوة يعني بإرادة يعني مريد موجود ومعلوم أيضا للعراقيين. لذلك سيد الفاضل، الأولويات أن تذهب إلى أين تهرب أموال الشارع العراقي والدولة العراقية. وأعتقد أنه لا يختلف اثنان على أن ما يجري في إقليم كردستان لا يجري يعني أنت تقصد أستاذ كاظم لأن هناك نفط يهرب، تقصد لأن هناك نفط يهرب من إقليم كردستان، فتعتقد بأن الأولوية ينبغي أن تبدأ من إقليم كردستان؟ والدليل انطفت الكهرباء. ليس النفط فقط سيدي، لا يعني مو مشكلة. كمل احنا نشوفك شوية بالظلمة بس ما يخالف، كمل. اي اوكي ماكو مشكلة، انتم منورين ان شاء الله، بيكم البركة. يعني ليس النفط فقط سيد الفاضل، هناك امور كثيرة جدا، يعني مسألة الايرادات بالمنذرية وبصفوان وكل المناطق يتعلق بايرادات. لكن انت ما وضحت لي، انت مشكلتك مع اقليم كردستان لانه القضية تتعلق بتهريب النفط لو لأنه إقليم كردستان؟ ليس فقط النفط سيدي. أي. أنا ضربت مثال قبل أن نذهب إلى الشمال. أي. قلت إن السيد الكاظمي صعد في الطائرة ونزل في البصرة، هل يستطيع أن يذهب الآن السيد الكاظمي يصعد في الطائرة وينزل في منفذ حدودي في شمال العراق؟ لا يستطيع ذلك. بمعنى أن هناك أولوية في محاربة الفساد في الشمال، هي يعني ليس موجودة الآن في أي منفذ من منافذ الدولة العراقية، سواء في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب. بمعنى إذا سمحت لي، بمعنى أن السيد الكاظمي إذا أراد أن يتحرك ضمن الأولويات، فأعتقد أن الأولويات واضحة.
الأولويات السيطرة على المنافذ، الأولويات أن يكون هناك إرادة للحكومة الاتحادية في فرض سيطرتها وهيمنتها على هذه الواردات، وخصوصا في مسألة تهريب النفط، وأيضا مسألة استرداد الأموال العراقية. وهذه الدعوة ممكن أن تحرك من قبل حكومة السيد الكاظمي، و128 مليار في هذا الزمن بالنسبة للعراقيين ربما تكون منقذة. وبالتالي التحرك لابد أن يكون ضمن هذه الأولويات، وأؤكد على أن الفساد ليس في المنفذ، وإنما الفساد في الخضراء إذا أراد سيد طيب الكاظم. راح أرجع أثير هذا التساؤل مرة أخرى دكتور عبد الرحمن الجبوري. القضية يعني التساؤل اللي يطرحه أستاذ كاظم طبعا، وأيضا نعود، هذه يعني قضية متفاعلة، يبدو أنها متفاعلة بتوجيه معين. لماذا لم يبدأ مصطفى الكاظمي من أقليم كردستان؟ أقليم كردستان يشهد تهريبا للنفط، ليش ما بدأ منك؟ يعني شكرا كاظم على الشحنة الكهربائية العدة القوية، حتى طفت الكهرباء معنا. شوف العقلية الدولة وتحجيم كيف تشتغل تختلف عن عقليتنا كعاطفة كل احنا نتكلم بها. كردستان وحكومة كردستان هي جزء من بنية وهيكلية الدولة العراقية، أي ما يدخل منافذ كردستان واضح هناك حكومة أقليم نعرفها، نعرف وارداتها، نعرف أين تذهب الواردات. ما يحدث في منافذنا الجنوبية وبقية منافذنا هو سيطرة لمافيات. أكو فرق بين أنه المحافظة تقوم بالفساد أو الأقليم يقوم بالفساد، وهي سلطة معروفة ممكن ننتظر اليوم ونأخذ ما نريد غدا. لكن والكميات طبعا اللي تدخل المنافذ من منافذنا الجنوبية هي أكبر، نحن بحاجة إلى إجراء سريع الآن في المناطق اللي قادرين عليها. في أن المشكلة احنا أحيانا نطلب هذه ملاحظة مهمة دكتور حتى أكد عليها، مدخولات العراق من المحافظات الجنوبية أعلى من أي منافذ أخرى في محافظات أخرى. هذه معلومات، يعني بصرة وحدها، موانئ البصرة، يكفي أنه ما يدخل من موانئ البصرة، ما يدخل من كردستان معروف. ممكن نضغط على تركيا في إذا كانت سياستنا الخارجية ممتازة، ممكن نضغط على شركاء سياسيين جالسين في البرلمان معنا ويتكلموا ويقولوا واضحين، ما يقولون إحنا ما يدخل شيء من المنافذ الحدودية. هناك خلافات بين الإقليم وبين المركز، وأعتقد بالوقت الحاضر هناك وفد جاء إلى بغداد، جلس مع رئيس الوزراء وجلس مع البرلمان وجلس مع الكتل السياسية كلها وجلس مع النخب العراقية حول كيف نحل المشاكل اللي تحدث بين الإقليم وبين المركز. هذه مسألة قانونية، مسألة دستورية. أما ما يحدث في منافذنا الأخرى هي مسألة سرقة وتهريب وقضاء على مصادر مهمة للدولة. احنا نتكلم عن 10 مليار دولار بالسنة، 10 مليار دولار، ونذهب بقرار من البرلمان لاستدانة 5 مليار من الخارج. لماذا لا نأخذ مواردنا أولا بعدها نروح للخارج؟ فهذه هي القصة. القصة جيد. مو مسألة أنا إنه اللي فهمته من خلال بحث دكتور عبد الرحمن، احنا عندنا 22 منفذ رسمي وأكو 22 منفذ غير رسمي، هاي ما شفنا رئيس الوزراء تحرك عليها. مرة ثانية دكتور زيد، احنا انا مثل ما قلت قبل يومين، احنا دولة وليدة ودولة تنهض ببطء. لو كانت الدولة المركزية بها القوة، هذا لا انا ولا انت ناقشنا هذا الموضوع. لدينا دولة مركزية، لدينا حدود، وسيادة الدولة الاتحادية على حدودها واضح، هذا دستور اللي نرجع له. لكن ضعف الدولة، ضعف الأجهزة، الفساد اللي نخر الدولة، النظام السياسي اللي نخر الدولة، تركنا عاجزين عن القيام بأي خطوة لتطبيق القانون. فإذا لم نكن قادرين على تطبيق القانون ولا ليس قادرين على حماية مصادرنا، فلا تطلب من الدولة أن تتحول إلى قوة جبارة. جاي. الدولة الآن هي القوة الضعيفة في هذه المعادلة. طيب أستاذ كاظم، يلاحظ بأن هناك قوى سياسية تمتلك أجنحة مسلحة تحاول أن تؤثر وتشوش على
مصطفى الكاظمي في زياراته؟ يعني اليوم مثلا هناك حملة بأن على الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر أن البصرة طردت الكاظمي، وقبلها الكثير من الحملات التي أطلقت ضد مصطفى الكاظمي في فعالياته. والآن متداول إخباريا أن هناك هجوم على رتل عسكري في منطقة مكيشيفة، وأن هناك جهة مسلحة اسمها أهل الكهف استهدفوا هذا الرتل. إلى أي درجة هناك قوة مناوئة معروفة تحاول أن تستهدف فكرة الدولة الوليدة أو الدولة العراقية الجديدة اللي وصفها الدكتور عبد الرحمن الجنابي أستاذ كاظم الحاج؟ بداية سيد الفاضل، الدولة العراقية ليست وليدة، الدولة العراقية يعني منذ عام 1921، لكن أنظمة الحكم تتغير فيها. ما حدث في عام 2003 وما بعد عام 2003 أتى بنظام سياسي جديد لم يغير الدولة العراقية بمكوناتها بإراداتها بشعبها، الذي تغير فقط هو النظام الحاكم، النظام السياسي الحاكم. هذا من جانب. من جانب آخر أرجع وأقول أن السيد الكاظمي، لا هو أنا أتصور، أنا ما أريد أفسر عن 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 دكتور عبد الرحمن لأنه يعني انقطع الاتصال، لكن نعم. أنا أتصور بأنه حديث عن دولة عراقية جديدة بأن تجربة مصطفى الكاظمي هي ليست تجربة عادل عبد المهدي من المنظومة الكلاسيكية للأحزاب التي حكمت، ولا مثلا من وحي حزب الدعوة الذي حكم في ثلاث حكومات متتالية. فبالتالي ربما هو يستعير فكرة دولة عراقية جديدة لأنه رئيس الوزراء ليس من رحم تلك الأحزاب. يعني هذا التفسير أولي وله يعني التأويل حينما يعود. نقول حكومة، يعني نقول حكومة جديدة تريد أن تغير وليس دولة وليدة. هذا من جانب، مع احتراماتي لتفسيركم سيد الفاضل. هذا من جانب. من جانب آخر أرجع وأقول أن سيد الكاظم عليه أن يسمي الأمور بمسمياتها. في حال وجود هكذا جهات وهكذا توجهات وهكذا أحزاب أو هكذا توجهات يعني تمتلك أسلحة، عليها على سيد الكاظم أن يسمي الأمور بمسمياتها. هذا من جانب. من جانب آخر لا ننسى سيد الفاضل أن الأغلبية من الشعب العراقي ينظر، ترى تسمية الأمور بمسمياتها أستاذ كاظم، بس دقيقة، هذه عدتها مرتين جلابك. تسمية الأمور بمسمياتها يعني تعتقد يعني مسألة سهلة؟ يعني ما يقول لك يا أخي أنت شلون تقول مثلا الحزب الفلاني هو اللص للمنفذ الحدود الفلاني؟ أكو قضاء وأكو الفصل ما بين السلطات، والسلطة المسؤولة هي التي تسمي الأمور بمسمياتها. يعني أيضا ما ينبغي تحميل الحكومة ما لا تطيق. أحسنتم. يعني أنت الآن أتيت على بيت القصيد كما يقال. أنت الآن حلت المشكلة. يعني الفساد إن لم يستطع السيد الكاظم أن يسمي الأمور بمسمياتها، فلا القضاء العراقي يستطيع أن يعمل، ولا تعرف ذكرتني أستاذ كاظم قبل ما أدخل الاستوديو. نعم. شفت خبر اللجنة النيابية، لجنة النزاهة النيابية تقول هناك ملفات نحن لا نطيق أن نتعامل معها، ملفات نزاهة يعني يتحدثون بهذه الطريقة. تعرف هذا شنو معنى الكلام؟ ملفات النزاهة موجودة عند القضاء، فجيب القضاء اللي يحركه. زين، من يحرك القضاء سيد الفاضل؟ انا اروح احركه؟ يعني شو نسوي؟ يعني بعد رئيس الوزراء يتدخل بعمل القضاء، وبالتالي احنا يعني يصير تداخل ما بين السلطات، وهذا شيء منافي للدستور. لا 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 لا، شلون الدستور العراقي يفصل بين السلطات؟ جي. لكن نقول ان السلطه التنفيذيه عندما تضع يدها على ملف فساد معين عليه ان تمتلك الجرأة والشجاعه في احالته للقضاء، بغض النظر عن المسميات والداعم لهذا الفساد والشخص الفاسد، بغض النظر عن هذه المسميات. وعندها تبرئ الحكومة وشخص رئيس الوزراء يبرئ ذمته أمام الشارع العراقي. جل. من هذا الفساد في حال استمر. جل. وبالتالي تقع المسؤولية على القضاء العراقي. أرجع إلى سؤال التشويش. هل هناك جهات تريد أن تشوش على رئيس الوزراء فيما يفعل؟ يعني مثلا توقيت العملية، استهداف القوات الأمريكية، رتب من القوات الأمريكية في مكيشيفة، إلى أي درجة هو لا يستهدف القوات الأمريكية ويستهدف مصطفى الكاظمي؟ شو رأيك بهاي الفرضية؟ أولا أنا قلت قبل قليل سيد الفاضل، هناك أغلبية من الشارع العراقي، من الشعب العراقي، لا زالت تنظر للقوات الأمريكية والأجنبية بصورة عامة على أنها قوات محتلة، ومن هذا المنطلق هي تمتلك الشرعية في مقاومة هذه القوات. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا أقول
أن سيد الكاظمي إذا رأى أن هذا الأمر يشوش على حكومته وإرادته وبرنامجه الحكومي عليه أن ينفذ قرار البرلمان الخاص بطرد هذه القوات من الأراضي العراقية، وبالتالي يكون الجو أولاً يكون يعني تكون الساحة حرة للسيد الكاظمي، وفي حال إيجاد مشوش أو توجه يعني آخر يعني عفواً أنت كباحث تبارك مثل هذه العمليات؟ ليس أبارك يعني ليس هكذا سيد الفاضل. أقول يلا مو تبارك، ولكن ما عندك مشكلة مع مسألة استهداف القوات الأمريكية في هذا التوقيت؟ ما عندك مشكلة كباحث في مركز دراسات؟ طبعا باعتبار أن هذه القوات قوات محتلة، هذه القوات قوات محتلة، وهذه القوات المحتلة تتحرك الآن في ظل ظروف يعني حساسة بالنسبة للشعب العراقي. ما حدث فيما يخص انتهاكات هذه القوات لكثير من الأمور تخص العراقيين، أيضا هذه القوات هناك قرار برلماني بإخراجها من الأراضي العراقية. هذه القوات لا تمتلك الغطاء القانوني بغض النظر عن اتفاقية الإطار الاستراتيجي أو المحادثات التي تجري الآن أو التي ستجري ما بين الحكومة العراقية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه القوات قوات محتلة للأراضي العراقية وهي تتدخل في الشأن العراقي. وإذا أرادت حكومة السيد الكاظمي أو أي حكومة قادمة أن تتحرك بغطاء شعبي كامل من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، بما أنه هي أستاذ كاظم أيضا كباحث في مركز دراسات أسألك، بما أنه هي قوات محتلة وموجودة سواء اتفقنا أو اختلفنا أنها بموجب اتفاق استراتيجي أو أنها بموجب دعوة لمحاربة الإرهاب كما حصل في عام 2014، لماذا لا يتح لحكومة مصطفى الكاظمي الآن التي تريد أن تنهض بالبلد تتنفس لتعيد الدولة أن تتحاور مع تلك القوات لإخراجها ليس بالعمل المسلح وإنما من خلال محادثات يتم فيها الانسحاب القانوني النهائي؟ هناك أمرين سيد الفاضل. أولا حكومة السيد الكاظمي أعتقد أنها مؤقتة بفترة زمنية محددة ولها في ضمن برنامجها الحكومي لها مهام محددة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لكن لا يوجد هناك نص يقول أنها حكومة مؤقتة أستاذ كاظم. لا هذا اتفاق الكتل السياسية. إيه هذا اتفاق واحد، أنا أتعامل مع قضية قانونية ودستورية، لا يوجد شيء اسمه أنها حكومة مؤقتة أو حكومة انتقالية. وأنا وياك يعني الدستور جاي. الدستور يحدد عمر البرلمان الحالي، الدورة البرلمانية الحالية لعام 2022. جيد، هاي قضية ثانية. حكومة السيد الكاظمي وبالتالي عليه حكومة السيد الكاظمي لن تتجاوز عام 2022، بمعنى أن عمرها سينتهي مع عمر البرلمان. جاي. وستتحول إلى حكومة تصريف أعمال لمدة شهر واحد، المفروض أن يكون التزام بالدستور العراقي. الأمر الثاني سيد الفاضل، الأمر الثاني باختصار. الأمر الثاني المهم أن السيد الكاظمي الآن عليه أن يستثمر هذا الأمر بالتفاوض مع هذه القوات سواء الأمريكية أو غيرها، أن يستثمر هذا الضغط المتولد من يعني الرفض الشعبي لها، وبالتالي تكون جي. له خل أخذ وجهة نظر الدكتور عبد الرحمن حول هذا، لأنه الآن يعني المواقع الإخبارية جروبات الواتساب جاي تتفاعل مع هذا الموضوع بعد يعني أنه تأكد من الناحية الخبرية أن هناك استهداف لرتل الأمريكي في منطقة مكشيفة في محافظة صلاح الدين، وأن هناك جهة أعلنت تبنيها لمثل هذا الهجوم. دكتور عبد الرحمن الجبوري، كيف ترى من وجهة نظر حكومية؟ من وجهة نظر دولة، أنا ما أتكلم من وجهة نظر حكومة، لأن الحكومة تذهب وتأتي وتذهب. أي قوة موجودة على الأرض العراقية باتفاق الحكومة العراقية مع حكومة هذه الدولة هناك آليات وسلوكيات دولية لخروج هذه القوات. قرار البرلمان العراقي الأخير غير ملزم لهذه القوات، لأنه على الحكومة العراقية حسب اتفاقية جنيف أن تقدم طلب إلى الحكومة الأمريكية، ومن خلال سنة من هذا الطلب ترد الحكومة الأمريكية على طلب العراقي بسحب هذه القوات. هذه الخطوة لم تحدث، الحكومة العراقية لم تقدم طلب للحكومة الأمريكية بسحب قواتها من العراق، وبالتالي فالحكومة فالقوات الموجودة داخل العراق هي المفروض تحت حماية
الدولة العراقية وقواتها المسلحة ومسؤولية الدولة العراقية بالحفاظ على هذه القوات. هذا القانون وهذا الدستور وهذه الأعراف الدولية. أما إذا كانوا أهل الكهف أو غير أهل الكهف لهم رؤية أخرى، فعلى الكاظمي أن يلجم أي قوة من هذه القوة، لأنها بالنهاية هي تخرج على سلطة الدولة العراقية. دكتور عبد الرحمن، مسألة اللجم، أيضا هناك دراسة اطلعت عليها اليوم بأن مصطفى الكاظمي بعد أحداث الدورة، عملية الدورة بالبعيثة وتداعياتها اللي صارت، مصطفى الكاظمي ما عاد يعني يريد أن يلجم بقدر ما سيتبع يعني أسلوبا ناعما تجنبا للمواجهة التي حصلت والإرباك الذي حصل والإحراج الذي حصل، فيذهب باتجاهات أخرى تتعلق بالمنافذ الحدودية، تتعلق باستبدال المدراء، التعامل مع الدولة العميقة الموجودة في مؤسسات الدولة وفي مناصبها. زمن اللجم بعد عملية الدورة انتهى، هذه الرؤية أو هذا التفسير كيف تعاقب عليه؟ لا أعتقد الكاظمي تراجع عن خطوة بهذا الأهمية. الخطوة أعتقد من قام بها الكاظمي حسب أمر قضائي واضح ورجع إلى القضاء في هذه القصة، فهو ليست أمر اعتباطي من الكاظمي أنه قام بمهاجمة مكان معين، هناك أشخاص مطلوبين للقضاء، وكل ما قام به السيد الكاظمي هو بصفة السلطة التنفيذية قام باعتقال الأشخاص المطلوبين. تبين أنه من جزء من الأشخاص المطلوبين كانوا ليس لديهم مشاكل وليس عليهم يعني كانوا متواجدين في المكان فقط، فتم إطلاقهم، البقية تم التحقيق معهم من قبل القضاء العراقي وليس من الحكومة التنفيذية. إن من وجد القضاء العراقي أنهم غير مذنبين أطلق سراحهم القضاء العراقي، فالكاظمي لم يطلق سراح أحد، القضاء العراقي هو من أطلق سراح من اعتقل بالبعثة، هذه الحقيقة. أما إذا كانت هناك قوة، أعتقد ليست فقط الكاظمي، أنه لا، الكاظمي لم يتراجع، كذلك أنه الكتل السياسية أعطت التزامات أمام الكاظمي إن بعض الأفعال لن تتكرر من هذه المجاميع، فعلينا أن نكون الحقيقة نضع لها يعني الحقيقتين. تقصد إطلاق الصواريخ دكتور عبد الرحمن؟ نعم، هناك من وعد أنه إطلاق الصواريخ لن تكون على الأقل من المجاميع المعروفة للجميع، أما أهل الكهف أو مجاميع جديدة أخرى هذا شيء آخر ليس لدي معرفة به. يعني هل كتائب حزب الله توعدت بأنها لن تطلق الصواريخ، ولا سيما أنها الجهة التي تعلن بشكل أو بآخر وتعلن بوضوح في بعض الأحيان عن استعدادها لمرحلة مقاومة الاحتلال الأمريكي كما تصفه؟ هيئة الحشد الشعبي توعدت بمحاسبة أي كتلة تقوم بإطلاق الصواريخ ضمن مؤسسة الحشد الشعبي. ما خارجها شيء يعتبر بالنسبة للعراقيين، هناك جدل واضح في قسم يعتبره إرهاب، قسم يعتبره مقاومة، هذا الجدل لابد أن يستمر، ومجاميع صغيرة. الدولة العراقية الآن لديها أهداف أكبر، الحوادث مثل هذه ستحدث اليوم وغدا وحتى لو استقوت الدولة، فعلينا أن نرى ما هو مفيد للبلد أو نتجه بهذا الاتجاه. أستاذ كاظم الحاج، يعني ربما كيف يمكن أن نستشرف يعني مضي مصطفى الكاظمي في توجهات استبدال المنافذ، مدراء المنافذ الحدودية، متابعة قضية المنافذ الحدودية بصورة عامة، هذا العمل الأمني، في بعض الأحيان تتسرب أخبار بأن هناك إلقاء قبض على خلايا صواريخ على وشك الانطلاق لاستهداف مكان معين، إلى أين يمضي مصطفى الكاظمي بالدولة يعني بصورة عامة في تجربة يعني يمكن وصفها على أقل تقدير أنها غير مستقرة حتى اللحظة؟ ومن غير مستقرة أيضا خطوات السيد الكاظم حقيقة لحد هذه اللحظة غير مستقرة، وهي خارج برنامجه الحكومي، وهناك أمور الآن بدأت تظهر للشارع العراقي ليست من برنامجه الحكومي أو ما سمعناه من السيد الكاظم عند
نيله الثقة والتصويت على برنامجه الحكومي، ومن ضمنها فيما يخص حقيقة مسألة المنافذ الحدودية ومحاربة الفساد، رغم أنه أمر مشروع ولا بد منه، لكن الأولويات ليس هذه الأولويات الآن لسيد الكاظمي. أيضا فيما يخص تواجد القوات الأجنبية، هي الأولويات من يحددها أستاذ كاظم؟ يعني شفتك دائما يعني لا تتفق مع الأولويات. هي الأولويات مو تحددها الحكومة؟ يعني من يحدد الأولويات؟ الأولويات تحدد ضمن برنامج حكومي، وهذا البرنامج الحكومي إذا كان مقنعا للكتل السياسية تصوت على هذا البرنامج الحكومي، وبالتالي الحكومة إيه. بس احنا عبرنا أستاذ كاظم، احنا عبرنا هاي المرحلة، يعني عبرنا مرحلة التصويت على البرنامج الحكومي. يعني في بعض الأحيان تحصل يعني كارثة غير مثلا كارثة مياه إن حصلت، يعني مصطفى الكاظمي ما يتعامل وياها لأنه البرنامج الحكومي قائم على التعامل مع جائحة كورونا كأولوية؟ يعني مو منطقي. أحسنت سيد الفاضل. أحسنت سيد الفاضل. يعني ما حدث في ذي قار، وحضرتك متابع ما حدث في ذي قار، يعني سيد الكاظم لم يتعامل معه أولوية، مع العلم أن العراقيين يموتون في ذي قار وبنسب كبيرة جدا، لا يتوفر أكسجين أصلا. يعني هو من المعيب على حكومة وبرلمان ودولة عراقية أن لا يتوفر أكسجين لمواطن عراقي في ظل الظروف الحالية. بس مصطفى الكاظمي مو وزير صحة، راح يقول لك عبد الرحمن جبوري خو ما هو وزير صحة مصطفى الكاظمي. بس بإمكانه أن يوجه وزير الصحة وأن يؤمر وزير الصحة بالذهاب إلى محافظة ذي قار وتبقى في محافظة ذي قار لانتهاء المشكلة. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن طبعا، مثل ما راح البصري يروح ذي قار. أحسنتم. وبالتالي هذه الأولويات التي أتحدث عنها سيد الفاضل. إذا رجعنا إلى مسألة القوات المحتلة، الأخ الجبور يقول أنه الحكومة تقدم، إذا الحكومة لماذا لا تقدم؟ لماذا لا تقدم هذا الطلب ولمدة سنة؟ هذا الأمر متفق عليه، لا يوجد عليه غبار، وهذا الأمر أيضا مشروط في اتفاقية الإطار الاستراتيجي. مسألة أن يكون هناك يعني فرض أمر واقع على العراقيين بصورة عامة، هذا الأمر لا أعتقد لا سيد الكاظمي ولا غيره قادر على ذلك، باعتبار أن وجود هذه القوات، وإذا رجعنا إلى أساس ومحور الحلقة وهو محاربة الفساد، فأس وأساس الفساد في الدولة العراقية هو وجود هذه القوات والنظام السياسي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بالمحاصصة أو الشراكة على العراقيين. شكرا جزيلا كاظم الحاج، عضو مركز الهدف للتحليل الاستراتيجي، وأشكر الدكتور عبد الرحمن الجبوري الباحث في الشأن السياسي، كنتما ضيفين في حوار التاسعة على شاشة الفلوجة. سألنا جمهورنا مشاهدينا الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، هل يمكن للكاظم القضاء على فساد المحافظين والحكومات المحلية في المحافظة؟ لا بنسبة 60% و 39.7% يقولون نعم يمكن للكاظم القضاء على فساد المحافظين والحكومات المحلية. هذا فيسبوك. تويتر النسبة متقاربة، وهذا شيء ملفت للنظر صراحة. نعم بنسبة 48% يقولون يمكن للكاظم القضاء على فساد المحافظين، بمقابل 52% يقولون لا. ونسبة التصويت مرتفعة، وحينما ترتفع نسبة التصويت فيمكن الاعتداد بهذه النسب وبهذا الاستفتاء أو بهذا السؤال، على اعتبار أنه يعني يمثل رأياً عاماً يمكن أن يرشد من القرارات الحكومية في تعاملها مع الأزمات. نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.